أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يقول بعض الناس إنه لا ينبغي للقاضي الفتية، لأن الناس إذا علموا حكمه في مسألة معينة أتوه ليحكم لهم بها، فهل هذا القول صحيح؟ لا، إذا شعر أن هذا، إذا شعر أن هذا اللي يسأله أنه له خصم ما يفتيه، يقول له هات خصمك. لكن لو سأله مسألة في الصلاة، هذه فيها خصومة، مسألة في الصلاة، في الوضوء، مسائل ما فيها طرفان، يفتيه. مسألة في الطلاق، هذه فيها خصومة، ما فيها خصومة. أما إذا سأله عن إن بينه وبين فلان نزاع في أرض أو في بستان أو في، فهذا لا، هذه خصومة، يقول لا هات خصمك. نعم.